جديد من أيام الله تعالى والتي نقلها الزميل إسلام الملاح. القاهرة تقدم مناجاة. إلهي، أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. اللهم يا لطيف، قد حرت في أمري، فدبرني بخفي لطفك ولطيف صنعك في جميع حركاتي وسكناتي وإراداتي وخطراتي وأنفاسي وجزئياتي وكلياتي، في جميع ما أعانيه وأتقلب فيه من أموري كلها. يا عالما بكل خفي وغامض، من غير مرشد ولا دليل، لا تجعل بيني وبين لطفك حائلا. اللهم يا لطيف، أعددتك يا إلهي لدفع كل مهمة، واستغثت بك في كشف كل غمة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله. يا من يفعل ما يشاء، إنك لطيف لما تشاء. يا من وسع لطفه أهل السماوات والأرض، ألطف بي فيما جرت به المقادير، ويسر لنا يا إلهي بلطفك كل عسير. إن تيسير العسير عليك يسير، وأنت يا إلهي على كل شيء قدير. أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. إعداد وتقديم مصطفى طعيمة، إخراج علي عبد العال.